terms of the, uh, the, the modernization and diversification of the, uh, of the Iraqi economy. No. الاعتماد على عائدات النفط كمصدر اساسي لتنشئه uh, امور الدوله uh, كان واحد من العوامل اللي اضعفت النمو الاقتصادي في البلد طيله العقود الماضيه. في هذه الحكومه وضعنا هذا الهدف امامنا والانتقال نحو تنويع الايرادات في برنامجنا وفي الموازنه الاتحاديه لثلاث سنوات وضعنا هدف خفض اعتماد الموازنه على ايرادات النفط من 95% الى 80% خلال هذه الثلاث سنوات، ايضا وضعنا نسبه 5% معدل النمو المستهدف خلال هذه الفتره. هذا بالتاكيد يتم من خلال عده سياسات وبرامج منها يتعلق باصلاح وهيكله قطاع الطاقه الذي لم يستثمر بالشكل الصحيح نحن نتكلم عن بلد ينتج لديه الإمكانية ينتج خمسة مليون برميل ولم نستثمر الغاز نستورده من دول الجوار ونستورد المشتقات النفطية من دول الجوار ونحن بلد نفطي هيكلة هذا القطاع وتوجيهها بالاتجاه الصحيح سوف يوفر لنا عائدات اضافيه نستثمرها في نواحي اخرى. بنفس الوقت نحن توجهنا الى مشاريع استراتيجيه مهمه بالتوازي مع الاصلاح الهيكلي للاقتصاد. عندما نطرح ميناء الفاو وطريق التنميه هذا المشروع الرائد في العراق والمنطقه وعندما نطرح مشاريع التكامل للانتاج النفطي والغاز والبتروكيماويات و كذلك الاسمده ومشاريع الطاقه النظيفه ومشاريع الزراعه والصناعه. اذا نحن امام مسار صحيح لتنويع مصادر الدخل. Sir, I'm in the news business and uh, uh, sometimes in the news business it's uh, confusing. We don't always get the facts uh, uh, exactly right or it takes time as positions evolved. I've been confused as I've read the news stories about your response to the recent a uh, u.s.-backed drone strike uh, that, that uh, killed a, a, an, iranian, uh, uh, an iranian target in baghdad. it looked like you had reached the conclusion it was time for all u.s. troops to leave iraq. but i've later seen news stories saying that's not your position. Could, could you clarify what your position on that is, and did your position evolve, or were the initial reports of that not giving credit to the, uh, the nuance of your actual views? للاسف واحده من التحديات اللي تواجه العراق هو عدم نقل الصوره الحقيقيه لذلك تلجا بعض الوكالات ومنها وكالتكم مؤخرا لاعتماد خبر نقلا عن الخارجيه والمستشارين ولا ندري صحه هذا الخبر ولا الوثيقه التي اعتمدتها في حين اننا نصرح ليل نهار من خلال المتحدثين الرسميين من خلال الخارجيه حول موقفنا تجاه وجود التحالف الدولي. وهي فرصه مهمه ان نبين هذا الموقف. اولا العراق حكومه وشعبا يكن كل الاحترام والتقدير للموقف الدولي الذي ساهم مع الشعب العراقي وتضحياته الكبيره والغاليه في دحر داعش. وهذا موقف لا ينسى خصوصا لدى الشعب العراقي. القضيه الاخرى أن مبررات الوجود كانت لمواجهة داعش اليوم الموقف الأمني بشهادة كل المختصين في العراق ولدى الأصدقاء داعش لا تمثل تهديد للدولة العراقية حاليا هناك مجاميع منفردة أشخاص يهربون ويختبئون في الكهوف في الجبال في الصحراء في الصحاره تطاردهم الأجهزة الأمنية وتختص منهم الجاهزية القوات الأمنية اليوم وقدرتها الواضحة بمختلف صنوفها وتشكيلاتها هي عامل استقرار وأمان وضمان للوضع في العراق من أجل ذلك ومن خلال هذه المعطيات بدأنا لتنفيذ التزام قدمته الحكومه امام مجلس النواب عند التصويت على الكابينه الوزاريه والبرنامج الوزاري ما فات هذا الالتزام ان نجري حوار مع التحالف الدولي لترتيب انتهاء هذه المهمه وهذا ما كان محور زياره وفد عراقي برئاسه وزير الدفاع الى واشنطن في اب 2023 والاتفاق الذي حصل بتشكيل لجنه ثنائيه للبدء بالحوار وترتيب انسحاب المستشارين الدولي. لكن احداث 7 اكتوبر اوقفت الاجتماعات التي كانت ان تبدا اليوم وبعد التداعيات والاعتداءات التي تحصل على المقرات الامنيه العراقيه نحن امام استحقاق وهو المباشره فورا للبدء بهذا الحوار للخروج بتفاهم حول ترتيب جدول زمني لانتهاء مهمة المستشارين الدوليين والانتقال إلى علاقات ثنائية في كل المجالات حال نحال أي دولة في المنطقة والعالم اليوم كل دول المنطقة ترتبط بدول التحالف الدولي بعلاقات أمنية وجهود مشتركة وعمل وتعاون على صعيد مكافحة الإرهاب فمن الطبيعي لدولة ذات سيادة مثل العراق أن ينتقل إلى هذه المرحلة. هذا الأمر يجب أن يفهمه الأصدقاء. هذا مطلب شعبي وطني رسمي واضح المعالم. نحن جادون في هذا الأمر وفق صيغة التفاهم والحوار ونامل في القريب أن تباشر اللجنة هذه الاجتماعات. So you're the of the people. But in terms of your personal priorities as prime minister, is your position the sooner the better, or do you feel this transition should take place purposefully and not necessarily on a yes. set timeline? Yes, of course, the withdrawal and the end of the international coalition mission is necessary for the security and of Iraq, and Minister, <laughs> <laughs> Sir, to state the obvious, it's a very dangerous time in the Middle East because of the um, Israel-Hamas war, and there's a great uh, concern that this, uh, the, the war would widen, become much more of a regional war. I think it's clear actually there's already quite a lot of regional violence, and to some extent the, the conflict is already in a regional stage, but not in the acute regional stage that, uh, that some fear it, it might become. Could you give us your view? What is the degree of risk right now that this uh, the, the, the very volatile situation with respect to Israel's uh, 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 military action in Gaza will spark something much wider uh, in, in the region and possibly including your own country? واحدة من إشكاليات منطقة الشرق الأوسط الأمنية إنها تتجاهل حقيقة واضحة متمثلة بنضال الشعب الفلسطيني وهدفه في إقامة دولته فلسطين وعاصمته القدس مخطئ من يتصور أن الأحداث بدأت في 7 أكتوبر وإنما جاءت نتيجة تراكمات لتجاهل هذا الحق ولتجاهل سياسات الاستيطان والقتل والتهجير التي قامت بها سلطات الاحتلال فانفجر الشعب الفلسطيني في 7 اكتوبر وانتهينا الى هذا الوضع الماساوي الذي لم يسبق ان مر على العالم في التاريخ نحن امام اباده جماعيه حقيقيه لمليونين مواطن فلسطيني في منطقه مكتظه في غزة وأمام صمت المجتمع الدولي الذي يكتفي بعبارات لم تؤدي إلى نتيجة في مؤتمر القاهرة وكان مباشرة بعد الأحداث كنا نتحدث الكل في جملة واحدة لا نريد اتساع ساحة الصراع اليوم بعد مرور مئة يوم من هذه الحرب اتسعت ساحة الصراع إلى البحر الأحمر الى لبنان، الى سوريا، الى العراق، ولا نعلم متى تتوقف هذه هذه المساحه من الصراع. هذه منطقه حساسه، تمثل ثقل امدادات الطاقه للعالم، تمثل ممرات اقتصاديه مهمه للعالم، اذا التاثير لا يقتصر على منطقه محدده بعينها. وبالتالي على المجتمع الدولي ان ياخذ مسؤوليته. القانونيه والاخلاقيه تجاه حكومه الاحتلال التي مصيرها مرتبط بإدامه امد الحرب فلا يمكن للعالم ان يقف خلف رغبات شخص متهور مثل نتنياهو استباحه كل المواثيق وكل الاعراف وكل القوانين الدوليه وهذا ما حصل في غزه. هذه وجهه نظرنا هذا خطابنا حديثنا تواصلنا مع الجميع لذلك نحن قلقون من أن الأمور إذا بقيت على حالها فسوف نكون أمام حرب شاملة في المنطقة. لا سمح الله. Well, and that leads to the question you said, unless we do something, and my question is, do what? Secretary of State Blinken was here in Davos yesterday. He's now gone home, but he was trying to make the case with my colleague Tom Friedman of the New York Times. In their conversation, that for all the, the 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 trauma and the violence and the despair and the death uh, of this moment that he sees uh, the possibility of in the medium term more hopeful conditions that this crisis actually will accelerate something that was uh, um, maybe in the early stages of uh, um, Arab countries wanting to normalize their relationships uh, w with Israel. Um, in, uh, in exchange for help restoring the, 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 uh, the, the damage and the devastation in Gaza, participating in the recovery, and also getting back on a track for a two state solution. So, at what seemed to most of us a very pessimistic moment, he was striking a surprisingly optimistic note. I'm curious what you think of that dynamic that he's describing. Uh, I'm curious more broadly of your own view of the end game of this conflict. Where does this go? لا لا يوجد جديد في هذا الكلام، الكل يتحدث به وبنفس الوقت هو مرفوض من سلطات الاحتلال. يعني حتى هذا السيناريو المزمع تنفيذه ما بعد انتهاء الحرب هو مرفوض ابتداء. في كل لحظه نحن نجلس هنا وهناك اطفال نساء يسقطون ضحايا بسبب استمرار هذه الحرب. هناك فشل للمجتمع الدولي ومؤسساته ومنظماته أمام هذه الأزمة الإنسانية الأخلاقية القانونية لا يمكن تبريره ولا يمكن الذهاب بهذه المفردات التي لا يعترف بها الآخر Much cause for for optimism. Uh, something else that Secretary of State Blinken said seems to me uh, self-evidently true: that uh, uh, he he's never seen Israel uh, so traumatized and, and, and so united in their uh, in their pain, in their anger, in their willingness, in their eagerness to uh, to punish Hamas. So, no. I I don't uh, the middle ground and the exit. does not seem obvious to me from your remarks. Is there something no. I'm missing? أنا أسألك أه... أين هي مقررات مؤتمر أوسلو؟ مؤتمرات مدريد مؤتمر شرم الشيخ القوانين القرارات الدولية أكثر من 78 قرار لم تنفذ إذا فما الذي يدعونا للتفاؤل أمام تعنت أه... سلطات الاحتلال؟ هذه الحقيقة المرة التي يجب أن يقف أمامها المجتمع الدولي. و هناك غطاء دولي لسياسات الاحتلال وتجاهل المجتمع الدولي وقراراته ومواثيقه ومنظماته والحق الشرعي لشعب فلسطيني. حتى السلطه الفلسطينيه التي اقرت واعترفت بالمؤتمرات وبإسرائيل هي وصلت لهذه القناعه. وصلت الى هذه الحقيقه المره. المسؤوليه مسؤوليه المجتمع الدولي في ايقاف سلطات الاحتلال من هذه السياسه الاجراميه تجاه الشعب الفلسطيني والا فنحن امام المزيد من الاضطراب امام مزيد من العنف الذي يهدد كل البلدان لا يوجد بلد غربي لا يتواجد فيه المسلمين فضلا عن الاخرين الذين يتضامنون اكثر من الدول العربيه والاسلاميه يوميا هذه الحقيقه التي يجب ان يعيها الجميع Sir, Iraq has often found itself at the crossroads of regional tensions, particularly between uh, the, the, the very troubled relationships between the United States and Iran. I wonder if you could give me your uh, uh, assessment of the, uh, the, the, the state of the U.S. Iranian relationship now, but also how that uh, influences your decisions with your responsibilities to protect uh, Iraqi interests. <laughs> وهذه الثنائية التي يجب على العراق أن يجيب عليها في حين هو يرتبط مع دول جوار أخرى مع دول الإقليم ولديه مصالح مشتركة مع الجميع العلاقة مع إيران دولة جارة لدينا مشتركات اجتماعية ثقافية تاريخية مصالح متبادلة وقفت معنا في العملية السياسية وقفت معنا في الحرب على داعش بنفس الوقت لدينا مصالح مصالح مع الولايات المتحده كشريك استراتيجي ايضا ساهم في اسقاط النظام في دعم العمليه السياسيه في دعم جهودنا لمكافحه الارهاب وهذه ميزه لا تتوفر لاي دوله هذه العراق يحمل هذه الصفه وبالتالي هو اكثر بلد مؤهل لتحقيق هذا التقارب والتفاهم بين دول المنطقه والعالم لتحسين علاقه ايران مع دول المنطقه والدول الغربيه وكذلك العكس صحيح. المبادئ التي نؤمن بها كحكومه هي مبادئ احترام الاخرين، مبدا حسن الجوار، المصالح المشتركه، احترام السياده وعدم التدخل في الشؤون الداخلية مثلما نحن لا نسمح لأنفسنا بالتدخل في شؤون الآخرين دستورنا العراقي واضح في أن لا يكون العراق منطلقا للاعتداء على دول الجوار هذه هي مبادئ وقيم المجتمع والشعب العراقي ومؤسساته الرسمية والدستورية على الجميع أن يفهم هذا الدو أن يستفاد من هذا الدو لتحقيق المزيد من الأمن والاستقرار في المنطقة التي اتفقنا أن هذه المنطقة هي <laughs> 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 Sir, there's been a lot of attention at Davos about uh, this being an election year in many countries around the world, uh, but in particular in my own country in the United States, uh, where the likelihood is of a rematch of the 2020 contest between. President Biden and former President Trump, um, do you see—and uh, we've heard in the European context that many people feel there's great uh, uh, stakes in that election for the future of NATO and, uh, and other alliances—do you see similar consequences in your country or in the Mideast region for the—in uh, the outcome uh, of that election? اي انتخابات في اي دوله نحن نحترم اراده الشعوب وما ينتج عن هذه الانتخابات مثل ما ذكرت لدينا اتفاقيه اطار استراتيجي مع الولايات المتحده لدينا شراكه استراتيجيه مع الاتحاد الاوروبي قبل قليل كنت في لقاء مع المفوضيه للاتحاد الاوروبي وتحدثنا عن جمله مشاريع وعلاقه في متميزه في كل المجالات والتزامات متبادله هناك استثمارات مهمه لدول اوروبيه وكذلك لشركات امريكيه في العراق فضلا عن المشاريع التي نطرحها وهي مشاريع جديده لتعزيز هذه الشراكه. العراق يؤمن بتعزيز علاقاته مع الجميع وفق المبادئ التي ذكرتها قبل قليل. Uh, sir, many people here at Davos uh, uh, are here because they're heavily involved in climate change and environmental issues. Um, uh, I wonder if you could describe some of the, the views that you're taking to mitigate the environmental impacts of climate change in Iraq, and particularly in terms of water scarcity, uh, a big issue in your country, and preservation of uh, Iraq's unique natural heritage. <laughs> كتله تفاوضيه للعراق ودول الخليج. العراق يتاثر من عده نواحي اولا بسبب انخفاض مناسيب نهري دجله والفرات وزياده نسبه التصحر، وكذلك التاثيرات المناخيه الاخرى والمتمثله باننا بلد لم يستثمر الغاز المصاحب لانتاج النفط. ننتج يوميا اكثر من اربعه مليون برميل وهناك غاز يحرق هذا الغاز يؤثر على مستوى الغازات الدفيئه والاحتباس الحراري لذلك كان واحد من اهم الخطوات الاصلاحيه في قطاع الطاقه هو استثمار هذا الغاز الذي يحرق من خلال اتفاقيه توتال واتفاقيه الجوله الخامسه مع شركه نفط الهلال العالميه وشركات اخرى ومشاريع الجولة السادسة لاستثمار هذا الغاز بنفس الوقت ذهبنا بكل قوة نحو مشاريع الطاقة النظيفة أبرمنا عقود مع شركات لتوليد الطاقة الشمسية بحدود 2250 ميجا واط أيضا في دافوس كان هناك تفاهمات مهمة مع أحد المستثمرين لتنفيذ مشاريع طاقه الرياح والعراق لديه مناطق مؤهله لهذا الجانب. بنفس الوقت بدانا بنظام اداره للمياه الاداره الصحيحه لاستخدام الامثل لما متوفر من مياه حتى نتمكن من تلبيه متطلبات المعيشيه والاستخدامات الزراعيه والصناعيه. شاركنا في المؤتمر الاخير كوب 28 بوفد Uh, تفاوضي مهم وكان uh, هدفنا وسياستنا برامجنا التي اوضحناها هو خفض نسبه الكربون سواء على مستوى الانتاج او الاستهلاك وهذا جزء من ال, uh, الاستدامه البيئيه التي تغلف مشاريع الطاقه في وزاره النفط العراقيه. You know. Sir, we have just a couple of minutes left <coughs> and I was wondering if I could Both looking backward, looking forward, as you look back at the last 20 plus years of change and, in some cases, violent disruption in Iraq, are there any, is there any particular strategic decision that you wish had gone differently? And then, as you look forward to the next 20 years of Iraq, what's going to be different about your country? What does your country look like 20 years from now? that's going to make it a uh, a significantly different uh, place with, with higher quality of life for your people. اقول بكل ثقه نعم سوف يكون مختلف كليا نحو الافضل. العراق uh, يسير بخطى uh, ثابته وواثقه uh, يستفيد من دعم ابناء الشعب بكل مكوناته واطيافه وهذا مصدر قوه لنا نبني خططنا وبرامجنا بروح التشارك والتفاهم والتوافق بين ابناء الشعب ومن خلال مؤسساته الدستوريه نصنع رؤيه اقتصاديه جديده نحن امام عراق جديد اقتصاديا بمختلف الفعاليات والمشاريع نستثمر ما لدينا من موارد طبيعيه نستثمر ما نحمله من ارث وحضاره Uh, عراق, uh, uh, very good, sir. Thank you. That's a great note uh, to close on with. with uh, just the remaining uh, uh, moments here, I want to thank everyone in the audience and everybody online for joining us, sir. I want to thank you for giving your your thoughts and your perspective uh, uh, very emphatically on several points and. Uh, uh, we're very appreciative Thank of you. it. Thank you, sir.